شي تشارا شي هادي ويدار كازابلانكا الربعة كنجيبوها والله ما نزقلوها القاهرة نحرقوها ودينا ويداد ودينا ويداد ان شاء الله الشامبيونز ليغ الله يبارك فيك. ريكوبيريتو اليوم لي تيكي؟ وي ريكوبيريناهم الحمد لله من لاجونس ديال وي. دونك داكشي داز في الويد دغيا عطينا باسبور مغربي 300 جنيه وخدينا لي تيكي ديالنا. تقريبا 100 درهم مغربيه. تقريبا 100 درهم مغربيه فوالا داكشي اللي كاين. شحال انتم هنايا الاجواء؟ حنا شويه كاكسيبسيونيل حنا جينا من باري دونك عندنا داك المشكل ديال الفيزا الاغيفي اكسيتيرا جدرنا مشينا لشرم الشيخ من سامدي ديغني دخلنا تما خدينا فيزا الاغيفي بوي صافي البارح جينا درنا فول شرم الشيخ القاهره. وان شاء الله راه كلنا موتيفي باش نجيبوا الرباح ان شاء الله ولا التعادل بنات المهم خصنا ماركيو هنا وان شاء الله راه غنديوها بطوله وداديه والرابعه ان شاء الله وديما وداد تبارك الله عليك خويا اجواء شنو كتوقع الماتش يكون صعيب اليوم خويا ان شاء الله هو ماتش مقابله صعبه ولكن احنا شايقين في الوداد والوداد ديما كنشيقوا فيها خصوصا هو الماتش اللي دوزنا مع سان داونز يعني الدراري جايين بواحد الروح بواحد القشاليه ان شاء الله غيلعبوا اليوم ونربحوهم اليوم هنايا 1-0 وغنحتفلوا بمدينه الدار البيضاء ان شاء الله بالكوب تما والكوب ان شاء الله ما غتخرجش من كازا الكوب هذا العام مغربيه والرابعه ديال الوداد ان شاء الله وما غتخرجش من كازا ان شاء الله باذن الله لا تشات مع الاهلي تشات مع الاهلي ان شاء الله ان شاء الله باذن ربنا راح نكسب النهارده وان شاء الله الاهلي الثالثه هنا عندنا نجمتين على دار الاهلي تفهم مال والنجم الثالث على دار الاهلي ان شاء الله اسمع احنا نشكر الناس المصريين رحبوا بينا يعني على فوق عينينا وفوق راسنا والله زي النهارده ان شاء الله الاجواء جميله وان شاء الله البطوله افريقيا لينا افريقيا ديما ماشي تشارا الشيء هادي ويدر كازابلانكا ان شاء الله باذنك يا رب هيبقى ماتش كبير بين فريقين كبار النادي الاهلي المصري ونادي الوداد المغربي اكبر فريقين في افريقيا تاني نهائي على التوالي ان شاء الله باذن الله نشوف ماتش حلو في الاستاد وباذنك يا رب نفس المعامله هنا نتعاملها هناك ان شاء الله باذنك يا رب النصر اليوم اهلاوي باذنك يا رب والنتيجه ان شاء الله هتبقى على ارض الملعب والكره كلها جوه الملعب بره الملعب احنا اخوات وحبايب في الملعب هي المنافسه الكوره ان شاء الله ربنا ينصرنا يا رب والبطوله اهلاويه باذنك يا رب ان شاء الله شكرا ان شاء الله 3-0 ان شاء الله شو توقعك للمباراه اليوم واش ما متخوفينش من الوداد فايت نهائيين فاز عليكم يعني في النهائي طبعا الماتشات كلها بتتغير ما فيش ماتش ثابت النهائي اللي فات اتلعب في ارض المغرب المره دي ماتش الذهاب وعوده فان شاء الله يعني النهارده الماتش هيخلص من النهارده ان شاء الله النتيجه ان شاء الله هتبقى 3-0 النهارده الاهلي والماتش هيخلص من النهارده ان شاء الله لا لا الاجواء كويسه جدا طبعا الاهلي والوداد فريق واحد طبعا مش اول مره نقابلهم قابلناهم كتير قبل كده لسه يعني وفي ماتشات جايه ان شاء الله النهارده الماتش عدي اهم حاجه سلامه الجمهور وسلامه اللعيبه وان شاء الله 3-0 لله انا بس عايز اقول كلمتين اتنين الماتش ده هيخلص في اول ربع ساعه 2-0 ما هنحتاجش ان احنا نخش هنخلص الشوط الاول واحنا فايزين ان شاء الله انا بقول لك هو قبل ما الماتش قبل ما يعدي اول ربع ساعه ان شاء الله 2-0 2-0 ان شاء الله 2-0 في الشوط الاول و2-0 في الشوط الثاني باذن الله الاهلي هيحسمها من هنا 4-0 ان شاء الله 4-0 للاهلي الاجواء كلها الاجواء بسم الله ما شاء الله الاجواء وكلنا اخوات في الاول وفي الاخر بس ان شاء الله البطوله هتتحسم ال11 من هنا من مصر ان شاء الله للاهلي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس